السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم وفاء من مجوهرات فاتين. كيف وعدتكم غنبقى ديما ندير لكم الجديد على لي زارتيكل ديالنا. واليوم جبت لكم هذا الفيديو على الطوسه اللي كتجي على هذا الشكل. هذا شي حاجه غزاله كتجي عاطيه في العين هكا بالسلسله ديالها ديال الشوبار. كتجي حتى هي زويونه، خفيفه وزويونه ديال ديما. كنتمنى الارتيكل اللي اقترحت عليكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ودابا غادي نشوفوها عن قرب كيفاش كتجي. هكا كتجي السلسله اللي اقترحت عليكم. هنايا هاد الطوسه كتجي اون كولور، كتجي شي حاجه زويونه، وهنا منقوشه وفيها حجيرات في الغوز وفي الفير، وكاينين هنا حجيرات اللي دايرين بها في البيض. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتكون واضحه بالنسبه لكم. وهكا دايره من اللور ديالها، يعني شي حاجه صحيحه مخدومه وشي حاجه صحيحه. بالنسبه للشوبار كتجي على هاد الشكل هذا، عين في عين، وفيها القياس 70 سنتيمتر. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هكا لارتيكل اللي اقترحت عليكم كنتمنى يكون واضح بالنسبه لكم. وبصحتكم وراحتكم.